غالبية الناس تحب تشرب القهوة وتعتبر القهوة جزء أساسي من يومهم، وأنا واحدة يعني من هذول الناس. ولكن المشكلة مو في شرب القهوة بحد ذاتها، المشكلة في الكمية والوقت وحتى العمر. وأظهرت أحدث الدراسات أن هناك 12 فئة يجب أن يمتنعوا عن شرب القهوة لأنها تسبب مشاكل صحية لهم. إن شاء الله يا رب ما أكون من هذول الفئات، وأكيد أن احنا راح نتعرف على هذه الفئات مع ضيفتنا اليوم في الاستديو أمل كنانة، أخصائية تغذية علاجية. يا هلا وسهلا فيك وحياك الله. أهلا وسهلا فيك، والله يحييكي. شكرا لك. خوفي بس تكون الكوب هذا فيهم قهوة شوي. أنا يعني أنا على الهواء أحاول أني ما أشرب قهوة، يعني أخليها شاهي لأني عارفة أخلص وحشرب قهوة. قاعد أحاول أني قد ما أقدر أخفف، وخصوصا أن رمضان على أبواب. الله يعيد علينا وعليكم بالصحة والعافية. طيب استاذ، اول شيء نتعرف على القهوه وعلى فوائدها. دائما نحب نذكر الاشياء الايجابيه اول، فنتكلم عن فوائدها للجسم وسلبياتها. طيب، هو طبعا ما في شك، شوفي القهوه مو سيئه، يعني حتى لو انا انسان، انا يعني دائما اقول مو ضروري القهوه، وانا انسانه ما اشرب قهوه، ولكن ممكن بين الحين والاخر ممكن الواحد ياخذها. بس في كل الاحوال هي فعلا لها فوائد، يعني هي اساسا فيها مضادات للاكسده، فيها معادن زي المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم. هذه الأشياء مرة مهمة بالنسبة للجسم وخاصة للعضلات، فبالتالي إحنا ما حنقول إن هي سيئة، بس المساوئ متى بتيجي؟ حسب أنت كيف بتاخذيها، متى بتاخذيها، هل هي كميات كبيرة، أعداد يعني عدد الأكواب حقة القهوة كثيرة، هنا بيفرق عندك وتقولي إن هي ممكن تسبب لي مساوئ. طبعا يمكن أكثر المساوئ اللي معروفة اللي هي موضوع القلق والتوتر، لأنه هي فيها نسبة كافيين عالي. الشيء الثاني إنه ممكن تسبب جفاف، والجفاف بالعادة بسبب طبعا الكافيين، إنه هو مدر للبول فبينزل السوائل. بس الجفاف هذا هو كمان بيربط معاه أشياء ثانية، إنه مشاكل في القلب، الشيخوخة طبعا بسبب إنه جفاف البشرة، الأسنان، رائحة الفم. طبعا في ناس كثيرة بيقول لك إنه ما أحب القهوة عشان رائحة الفم بتكون نوعا ما كريهة. فهي زي ما قلت لك يعني في مساوئ، ولكن كمان ما ننكر إنه لها محاسنها. بس أرجع وأقول كمان إحنا كيف بنشربها، هل هي مع حليب، مع كريمة، مع سكر، مع كراميل؟ الإضافات هذه هتدخل في مشاكل أخرى. يعني ما صار الموضوع مشكلة قهوة، صار موضوع مشاكل أخرى. قهوة أصلاً أستاذ أمل، هذه خرابيط، هذه ماركتينج، هذه قهوة أطفال. قهوة بس الأغلب الناس الآن صارت تأخذها بالأشياء هذه، ومشكلتها بالكميات أو السعرات العالية اللي بتدخل في هذه المواد، تبدأ تزيد الوزن، تبدأ تسبب مشاكل القلب، الدهون الضارة طبعا بتزيد في الجسم، ويقول لك بعدين سبب القهوة. لا، هي مو كانت القهوة، هو كانت الإضافات اللي على القهوة. طب من هم الفئات اللي حذروا خبراء التغذية بأنهم المفروض أنهم يجتنبوا القهوة أو يخففوا منها؟ طبعا شوفي، أول فئة وأهم فئة كانت اللي هم الناس اللي عندهم مشاكل في القولون، يعني القولون العصبي، القولون التوتري. هذول الناس احنا نقول لهم هو أساسا بما أنه اسمه قولون عصبي أو توتري، هو جاي من الدماغ. فبالتالي القلق والتوتر عندهم عالي وبيأثر على القولون. هم لما حياخدوا كافيين عالي كمان حيأثر عليهم بزيادة. فكثير مهم أنه ما ياخدوا القهوة، خاصة هذه الفئة. الحامل أو المرضعة، لأنه طبعا هذه كلها بتدخل في تغذية الجنين اللي موجود، فطبعا هذه كمان سيئة جدا. بعد الولادة اللي هي الرضاعة بيصير في عندهم كمان حكاية اللي هو قلة النوم، والأم بتعاني من أن هم ما بيناموا كافي. الأطفال طبعا اللي هم أقل من 12 سنة، يعني نحذر صراحة، مو بس قهوة، أي شيء بيحتوي على كافيين المفروض أن الأطفال ما ياخذوه، لأنه هذا فيها النمو بالنسبة لأجسامهم. الناس اللي عندهم المرارة أو الحصوات المرارة، كثير نقول أنه بلاش تاخذوا قهوة، لأنه هذه حتهيج أو تسبب تقلصات للمرارة نفسها، فحتسبب لهم آلام بزيادة. فكثير مهم أنه كمان يبتعدوا عنها. الناس اللي بيعانوا من الله يكرمك إسهال شديد، الإسهال هذا طبعا القهوة معروفة لما الواحد بياخذها هي بتساعد على أنها تساعد على الإخراج. فلما
لما يكون عنده إسهال وياخذ قهوة حيصير في عنده دبل، وهذا كله بيساعد على أنه يصير في عندهم جفاف بزيادة. في بعض الأشياء اللي مثلا زي حكاية الموية الزرقاء، أنه هي ممكن تزيد الموية الزرقاء في العين أو اللي هو ارتفاع ضغط العين، ولكن هذه أبحاثها ضعيفة، يعني ما نقدر نقول أنه هي فعلا بتسبب هذه المشاكل يعني. نعم يعني احنا نعرف الكافيين بالتحديد يصنف من المواد اللي يعني يدمن عليها الواحد، يعني خلاص الشخص اللي متعود على الكافيين جسمه ما يشتغل ولا يصحصح الا بالكافيين، تصير له مشاكل لو انقطع عن الكافيين كذا فجاه، فيصير عنده اعراض انسحابيه. فتبدا عنده المود، يبدا عنده الخمول، يبدا عنده يعني اشياء كثير لا تعد ولا تحصى كاعراض انسحابيه، انه فجاه كذا في يوم وليله قرر انه ما عاد يشرب قهوه، وهو في اليوم يشرب 5-6 كواب قهوه. فالان احنا مقبلين على رمضان إن شاء الله. والصيام إن شاء الله بإذن الله، ويوم طويل وفي ناس مداومة وعندنا أعمال وعندنا أشغال وصايمين، أكيد الواحد ما حيشرب قهوة. فالطريقة الصحيحة، بما أن لسه عندنا وقت نقدر أنه إحنا نتصرف، الطريقة الصحيحة أنه إحنا نعود أجسامنا على أساس لما يجي رمضان ويعني نبدأ بالصيام ما تصير عندنا هذه الأعراض، المود، العصبية، الأشياء اللي أنا ذكرتها في البداية. هو طبعا المفروض أن إحنا نبدأ قبل رمضان بشهر تقريبا، يعني إحنا هالآن إن شاء الله باقي أسبوع، ولكن زي ما يقولوا never too late، يعني أنه ممكن من الآن نبدأ فيها. أهم حاجة نأخر وقت القهوة، يعني إذا أنا مثلا بأخذها في الصباح لا خليها مثلا في الظهر، خليها في العصر، لا تأخذها في الصباح عشان أساعد جسمي، لأنه الآن أنا في عندي أكل، يعني ممكن الأكل يغطي شوية على موضوع أنه ما أخذ القهوة. لكن زي ما قلتي لما يجي وقت رمضان وفجأة لا أكل ولا شرب أو ولا قهوة، هذه حتبدأ تأثر عليهم وتسبب لهم اللي هو العصبية أو التوتر. بس إذا إحنا زي ما قلنا أخرناها وخليناها ما تكون هي بداية يومي، بيكون كثير أفضل. أنا حقول حاجة صراحة مرة مهمة على موضوع القهوة في بداية اليوم، مو بس عشان رمضان، عشان عموما. في كثير دراسات طلعت أنه إذا أنت بتاخذي القهوة في الصباح أول ما تصحي من النوم، يعني قبل خلال الساعة الأولى بعد ما صحيانك من النوم، هذه بتسبب عندك تعب شديد. ليش؟ لأنه أنت نايمة والكورتيزول اللي هو المادة اللي هي بتفرز أو الإنزيم اللي بيفرز لما أنت يصير عندك مثلا فزعة أو خوف بيكون مرة عالي. أنت بتروحي بتاخذي القهوة في على طول بعد الصحيان، فبيروح الكورتيزول ما بينزل، فبيفضل عندك عملية ارتفاعه بزيادة عن اللزوم، فبيسبب هذه المشاكل. المفروض أنه بعد ساعة إلى ساعتين من صحيانك من النوم لما تأخذ القهوة، عشان يكون نزل الكورتيزول لما مقر الطبيعي وتبدأي بتأخذ القهوة ما في عليها خوف. فعلى قولتك لما قلتي أن أنت بتأخذ الصيام المتقطع أو بتبدأ الصيام المتقطع، هو مرة حلو، بس دائما يعني خلينا زي ما يقولوا شفت القهوة إلى بعد ساعتين، عشان هي اللي تساعدك على أنك أنت تأخذيها بطريقة صحيحة. إذا خلينا نأخذ الجانب المشرق للقهوة وأنه لها فوائد، إذا إيش الكمية ومتى الأوقات المسموح فيها ويعني ومتى في اليوم الواحد يقدر يشربها؟ الكميات إحنا نقول دائما كوبين في اليوم مرة ممتاز. بس طبعا نتكلم على قهوة سودة من غير حليب، من غير إضافات بالضبط. من غير نعم. وبس برضو بيختلف عدد كمية الكافيين طبعاً. اللي موجودة على حسب نوع القهوة. نعم. بس خلينا نقول عموما هي كوبين في اليوم. الكوبين هذه اللي هي الماكسيموم، يعني إذا يعني انطالت زي ما قالت الناس مدمنة على القهوة نقول لهم 3 وبعدين نقصها إلى 2. بس في الآخر الأهم إنه لا زي ما قلنا لا تأخذ في فترة الصباح أول شيء أول ما يصحى من النوم، لا نأخذها بعد الأكل مباشرة لأنه هذه كمان بتمنع امتصاص المعادن والفيتامينات، لا نأخذها بعد رياضة، ممكن قبل الرياضة عشان تساعدني على أنها تزيد الطاقة حقت الجسم، بس بعد الرياضة هتزيد عندي الجفاف، فهنا حيصير في عندي مشكلة في ضربات القلب. فكثير مهم إنه كمان أعرف متى الأوقات اللي أخذها فيها. يعني إذا القهوة يعني خلينا نأخذ فوائدها ونستفيد منها، ولكن باعتدال ومن غير أي إضافات صحيح. أخرى. أستاذة أمل كنانة شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم. الله يسلمك. مشاهدينا مكملين معكم بعد فاصل قصير.